كلمة المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة سماحة العلامة السيد أحمد الصافي دام عزه، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على سيدي ومولاي أبي الفضل العباس عليه السلام. السلام على الأعزة الحاضرين وعلى الأخوات المؤمنات. السلام على الإمام الغائب. السلام على بقية الله في أرضه. السلام على المعزى بشهادة جده. لا زالت أيها الأخوة الأعزاء قضية الإمام الحسين عليه السلام تمثل نقطة مركزية في سيرة واهتمام الأئمة الأطهار عليهم السلام، حيث أولوها اهتماماً خاصاً، وكانوا يبينون لشيعتهم كلما سنح المجال أهمية ما حصل وحجم الظلام التي جرت على سيد الشهداء عليه السلام وأهل بيته. فالإمام السجاد عليه السلام قضى شطراً من عمره الشريف بعد الواقعة باكياً مستعبراً لما جرى على أبيه وإخوته وعماته، ومذكراً بعظم المصيبة. والإمام الباقر عليه السلام يعبر عن ذلك في زيارة عاشوراء: يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. والإمام الرضا عليه السلام يقول: إن المحرم شهر كان أهل الجاهلية يحرمون فيه القتال، فاستحلت فيه دماؤنا وهتكت فيه حرمتنا وسبي فيه ذرارينا ونساؤنا وأضرمت النيران في مضاربنا وانتهب ما فيها من ثقلنا ولم ترع لرسول الله صلى الله عليه وآله حرمة في أمرنا. إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء، أورثتنا
الكرب والبلاء إلى يوم القضاء، إلى يوم الانقضاء. فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون، فإن البكاء عليه يحط الذنوب. وهذا الإمام الصادق عليه السلام في زيارة الحسين في ليالي القدر يقول: أشهد أن الذين خالفوك وحاربوك والذين خذلوك والذين قتلوك ملعونون على لسان النبي الأمي، وقد خاب من افترى. وهذا الاستعراض السريع أيها الأخوة يكشف مدى الاهتمام بقضية سيد الشهداء عليه السلام. وقد دأب شيعة أهل البيت سلام الله عليهم وأعزهم الله طبقاً لذلك بتجديد الحزن والبكاء على هذا المصاب الجلل من خلال المجالس العزائية وقراءة المصيبة ومجالس اللطم واللدم بالطريقة التي تحفظ مظاهر الحزن والمصيبة. وقد تفاعل المعزون مع سيد الشهداء عليه السلام على طول الزمان، حتى أنهم اعتقدوا والاعتقاد صح، وهو أنه من أراد الدنيا فليأتي للحسين عليه السلام، ومن أراد الآخرة فليأتي للحسين عليه السلام، ومن أراد التوفيق فليأتي للحسين عليه السلام، ومن أراد الشجاعة والبطولة فليأتي إلى الحسين عليه السلام، ومن أراد الكرم والسخاء فليأتي إلى الحسين عليه السلام. حتى وصل الأمر إلى هذا الخروج العفوي الجماهيري المهيب. التفت أخواني، أنا سأركز على المسيرة الكبرى في يوم عاشوراء، وهي ركضة الطويريج، لغاية ستأتي إن شاء الله تعالى. هذا الحضور المهيب بما اصطلح عليه ركضة طويريج التي جاءت معبرة عن الاندفاع لنصرة الإمام الحسين عليه السلام عندما بقي وحيدا مستصرخا: ألا هل من ناصر ينصرنا؟ وقد توفق العاملون على هذه الشعيرة توفيقا رائعا، حتى أضحت هذه الركضة معلما مميزا من معالم عاشوراء، ولا زالت هذه الشعيرة تمثل العلامة الحية والرمزية القوية للوقوف إلى جانب الإمام الحسين عليه السلام، وفي نفس الوقت الرفض للظلم والجور والطغيان. وهنا أود أن أنبه إلى قضية من باب التذكرة: الخطاب لجميع الأخوة، لكني أخص منهم الشباب فليلتفتوا لما سأبين. إن النظام السابق قد استحوذ على مقدرات البلد والإمكانات الهائلة الاقتصادية والمالية، لكن كان شغله الشاغل
هو محاربة الإمام الحسين عليه السلام كبقية الطواغيت في هذه الكرة الأرضية، ومحاربة الشعائر الدينية. وأخص بالذكر هذه الركضة التي نوهت عليها، لذا سأنقل بعض النصوص بما يسمى بالتقارير الأمنية التي كانت تحارب هذه الشعيرة. أرجو الالتفات أيها الأحبة، هذا تقرير صدر في 26/10/1987، لاحظوا، من موقع مدير الأمن إلى وزير داخليته في تلك الحقبة. التاريخ 26/10/1987. الموضوع كله يتعلق بركضة طويريج. التقرير أكثر من 25 صفحة، وهو تقرير أولي، يعني ليس كل ما كان يتعلق بالتقارير هو هذا الذي أبرزه، وإنما هو تقرير أولي. ما هو موضوعه؟ موضوعه ركضة طويريج، شبابنا. أولاً يعبر عنها ظاهرة ركضة طويريج، ثم يحاول أن يضع العراقيل والمحاربة لهذه الركضة. قطعاً لا أستطيع الآن أن أستعرض جميع ما ورد فيه، ولا أحب أن أزعج أسماعكم الشريفة، لكن مما لا بد أن يبين سأبين. يقول: ظهرت هذه البدعة، يسمي التقرير العزاء الحسيني، يسميه في البدعة، ويعطي تأريخا لما تأسست فيه هذه الركضة. ثم يبدأ هذا التقرير بملاحظة ما يلي: لماذا هذه الركضة قوية وتزداد؟ يذكر مجموعة أسباب، من جملتها، التفتوا، يقول: عدم وجود أي نشاط مباشر أو غير مباشر من قبل المنظمات الحزبية والأجهزة الإعلامية لمكافحة الظاهرة قبل وقوعها. يقول: ثم بعد ذلك أغلب المشاركين من أبناء العشائر المحيطة بالمنطقة ومن السذج المتمسكين بهذه الظاهرة. إخواني، لا يمارس شعائر سيد الشهداء إلا من كان على مستوى كبير من الوعي والإدراك. قرأنا قبل قليل النصوص الصادرة من الأئمة المعصومين: احيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا، وليس كما كان يقول هؤلاء. أنتم بحمد الله تعالى من الطبقة الراقية الاجتماعية الواعية الذين حفظتم هذه الشعائر بكل قوة، لكن أريد أن أنبه إلى ما كان يفعل هؤلاء وإلى مدى قوة سيد الشهداء عليه السلام. لبيك يا حسين.
راية الحسين عليه السلام أسمى من أن ينالها هؤلاء الذين مضوا إلى مزابل التاريخ. لاحظوا ماذا يقول. يقول: بعضهم بعض السنوات قد قل العدد فالركض يرصد. لماذا؟ من جملة ما يقول، يقول: القسم الآخر ابتعد عن هذه الممارسة لعلمه أن الدولة لا ترغب في استمرارها، وتحاشيا للمشاكل التي تسببها المشاركة. يصرح الدولة لا ترغب بذلك. يقول: البعض الآخر ابتعد استحياء من المسؤولين واستحياء من الأجهزة الحزبية وتعبير الرفاق، تعبير الرفاق الحزبيين. ثم قال، التفتوا للعنوان، يقول: ما هي سبل إنهاء هذه الظاهرة؟ أنى له وأنى ليس هو، لو تكاتفت وتكالبت جميع قوى الدنيا على أن ينالوا من قضية سيد الشهداء فقطعا سيبوؤون بالخزي والعار والفشل. ماذا يقول؟ أخاطب الشباب، يقول: أما السبل التي نرى أنها ناجعة لإنهاء هذه الظاهرة وعدم العود إليها، ماذا تفتق ذهن الشياطين؟ يقول: أولاً التثقيف المركز من قبل المنظمات الحزبية الجماهيرية، تثقيف عن يمن؟ عن أنه الابتعاد عن هذه الظاهرة. كلام الشباب، يقول: محاولة إيجاد ما يلهي الشباب في يوم العاشر من المحرم، وكذلك عموم المواطنين من خلال ما يلي: أولاً إقامة مباراة رياضية مهمة ظهر يوم العاشر من محرم تبدأ قبل بداية الركضة، محاولة من المحاولات. إشغال الشباب بالسفرات المجانية والمعسكرات الطلابية، منع اللطم في المسيرة والاستمرار بالقبض على من يشارك واتخاذ الإجراءات المشددة، تشخيص العناصر المشاركة كلما أمكن، وخاصة الذين توجد ضدهم ملاحظات أمنية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. أنا فقط أنقل حالة لأبنائي. كان هذا الجهاز الحزبي ينتشر المراقبة والمتابعة، وكانوا يستعملون مادة الصبغ عن طريق هذه المادة السبراي، يعني ليس بالفرشات. وكلما رأوا أحد مثلا يصلي على محمد وآل محمد بصوت عال، ويرونه مثلا يقول: أبد والله لا ننسى حسينا، أو يسمعون الناس تقول: وحسين وحسين، كانوا يعلمون ظهره بهذا الصبغ حتى يروه بعض المندسين ويخرجوه ويحاكموه. لماذا؟ لأنه يلطم على الحسين عليه السلام. أقول قضيتين وأختم. أولاً أقول: ما أقواك يا أبا عبد الله، وما أشد
رعبك على الطغاة وما أخوفهم منك. معنى ذلك أنت لازلت حياً قوياً تبعث الروح القوية في محبيك، وهذا رأيناه رأي العين. متى رأيناه؟ قبل سنين قليلة، لا أتحدث عن تاريخ قد غير محفوظ عندكم، وهو أن الشباب أمثالكم كانوا بهمة سيد الشهداء قد أوقفوا أكبر تحدي خطير من قوى الظلام والخديعة والغش والإسلام المزيف المتمثل بداعش، ووقفوا وقفة بطل واحد واستجابوا لفتوى سيدنا، تلك الفتوى التي أرعبتهم، وبحمد الله قوة الحسين أخذلت هؤلاء. والقضية الثانية، الأولى ما أقواك يا سيد الشهداء، والقضية الثانية ما أجمل محبيك وهم يتمسكون بك وهم يجددون العهد لك. هذه الشعيرة شعيرة تبديل الراية حقيقة، لا نستطيع أن نعد الحاضرين أمثالكم غير الذين يرونه في الفضائيات. فأين ما رام هؤلاء الأقزام وما كان عند سيد الشهداء وعند محبيه؟ إخواني تمسكوا بالحسين عليه السلام، نجاتنا لا فقط في الآخرة، فكرنا يتجدد ينشط بالحسين عليه السلام. العراق، إخواني التفتوا لما أقول، العراق وأخاطب الشباب، الحسين عليه السلام له فضل كبير علينا. كلما خرج شبابنا، وإن شاء الله لا يخرجنا عن الطريق، وكلما جاءت أفكار الحسين يتعهد أن يرجعنا إلى الطريق الصحيح. الحسين هو هادينا. إن سفينة الحسين عليه السلام واسعة وسريعة، ندعو الله تعالى أن نوفق إلى أن ندخلها. الله لا يحرمنا إخواني في هذه الليلة، لا يحرمنا من التمسك بسيد الشهداء. هذا حبل الله المتين، هذه السفينة تسعنا جميعاً، نوفق لأن ندخلها. الشعائر بالمنهج الصحيح، المجالس الحسينية، الخطباء الأفاضل، أنتم أيها الأحبة في عوائلكم، أنا قلت دائما وأؤكد، الشيبة المباركة تحضر في المجلس، الكهل يحضر في المجلس، الشباب يحضرون في المجالس، الرضع أسمعوهم صوت القرآن وأسمعوهم صوت سيد الشهداء عليه السلام. ختاماً أخواني أخاطب بقية الله، يا بقية الله، يا صاحب الزمان،
هؤلاء شيعتك وجاءوا إلى جدك يجددون العهد والميثاق، اجعلنا يا صاحب الزمان تحت عينيك. قطعا برواياتنا أنت ترانا وتسمع، وأعمالنا تعرض إليك، تعرض عليك في ليلة الجمعة. فيا بقية الله، يا صاحب الزمان، ارضى عنا، ادعو لنا كما كان جدك الصادق عليه السلام يدعو لزوار الحسين. أنت يا بقية الله ادعو لنا، نحتاج دعاءك في بأمس الحاجة، أن تحفظ الجميع بمتعلقيهم، بأبنائهم، بإخوانهم، أن تحفظ بلدنا، أن تفرج عنا الفرج الذي أنت تختاره. أنت تعلم وظيفتك يا صاحب الزمان، نحن عباد نلجأ إليك، فأحسن وفادتنا يا صاحب الزمان. احفظ علماءنا، عتباتنا، شبابنا، أسرنا، بناتنا، أزاء هذه التحديات الكبيرة. وأنت كريم، والذي يقصدك قطعا لا تبخل به. احفظ هذا الجمع المبارك، نجدد العهد في كل سنة إن شاء الله تعالى. وحقيقة الأبناء الأخوة رفعت راس في كل ما كلفوا به استجابوا. أسأل الله تعالى لكم دوام التوفيق بمحمد وآله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.